الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق المخطط لها. انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي ومدبولي يؤكد دعم مصر لتحقيق الاستقرار في تونس. خلال جلسة لمجلس الأمن، اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بشأن ارتكاب انتهاكات خلال الأزمة الأوكرانية. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال، مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية، ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة. توجيه الرئيس السيسي جاء خلال اجتماعه مع لواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير مصنع إبداع للرخام. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن الأعمال المعمارية والإنشائية بقاعات مسجد مصر، إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصالة المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية في الدار. كما اطلع السيد الرئيس على سير العمل بشبكة المحاور داخل العاصمة الإدارية وجهود التنسيق الحضري للطرق والمحاور الرئيسية بها. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال، مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم مصر الكامل لدولة تونس في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار، معربا عن شكره لرئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن على حسن الاستقبال. وفي كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري التونسي والمنعقد في تونس، قال مدبولي إن أعمال المنتدى الحالي تأتي في وقت بالغ الدقة بسبب ما يعنيه العالم بسبب جائحة كورونا، إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية. كما أوضح رئيس الوزراء بأن التضخم أصبح وللمرة الأولى منذ عقود طويلة خطر واضح وحاضر بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث انتقلت العواقب الاقتصادية لكل من الجائحة والحرب لجميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء، وأصبح واقعها الإنساني أشد وطأة خاصة على الفئات الأكثر ضعفا في العالم. أعمال هذا المنتدى تأتي في ظرف زمني غاية في الدقة، حيث يموج الواقع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها علينا أزمتين عالميتين متزامنتين. تتمثل الأزمة العالمية الأولى في جائحة كوفيد-19 التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020 وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مستويات المديونية. ثم تأتي الأزمة العالمية الثانية المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي مزيد من التداعيات والتبعيات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي.
وفي كلمته أكد مدبولي أنه اتفق مع الحكومة التونسية على تسهيل وتيسير التعاون الاقتصادي الذي سوف يطلع القطاع الخاص بالدور الأكبر فيه. وأضاف مدبولي أن ما تم إنجازه مهم بل ملهم، بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة. السيدات والسادة، نحن هنا معكم اليوم لكي نطلعكم على ما أنجزناه على المستوى الوطني من تطوير لمناخ الأعمال، وما اتفقنا عليه مع الحكومة التونسية تسهيلاً وتيسيراً للتعاون الاقتصادي الذي سوف يطلع القطاع الخاص بالدور الأكبر فيه. إنما أنجزناه وطنياً مهم بل هو ملهم، بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة، إلى جانب ما تضمنه من إفساح المجال للقطاع الخاص وقوى السوق لتتفاعل بعيداً عن تشوهات الأسعار التي تسببها التدخلات الحكومية. أضاف رئيس الوزراء بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري من المشروعات غير المسبوقة التي تتيح فرصا لا حصر لها من الاستثمار أمام شركات القطاع الخاص الوطني والأجنبي. وأوضح مدبولي أن كل هذه الجهود وغيرها جذبت أنظار المؤسسات الدولية وانعكست على نظرائها من الاقتصاد المصري. ولا شك أن مشروع حياة كريمة لتنمية قرى مصر من المشروعات غير المسبوقة والتي تتيح فرصاً لا حصر لها من الاستثمار أمام شركات القطاع الخاص الوطني والأجنبي. كل هذه الجهود وغيرها جذبت أنظار المؤسسات الدولية وانعكست على نظرتها للاقتصاد المصري. مثال على ذلك تأكيد أحد التقارير الصادرة عن بنك ستاندرد تشارتر نشرته وكالة بلومبرج أن الاقتصاد المصري سيصبح واحداً من أهم 10 اقتصادات على مستوى العالم بحلول عام 2030، ويتخطى ناتجه المحلي الإجمالي حاجز 8 تريليونات. وفي كلمتها خلال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي لم يترك خيارا سوى توحيد الجهود والعمل معا يدا بيد من أجل مزيد من تعزيز التعاون القائم بين مصر وتونس. الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي الذي نمر به في المرحلة الراهنة، والذي تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا فضلاً على تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية، لم يترك لنا خياراً سوى توحيد جهودنا والعمل سوياً يداً بيداً من أجل مزيد تعزيز التعاون القائم بين بلدينا وشعبينا لما فيه خيرهما ومنفعتهما المشتركة، خصوصاً وأن الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية المصرية يعتبر من أفضل الأطر التي أبرمها بلدانا. من جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولية رانيا المشاط بأن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية يأتي في ظل تحديات كبيرة تستلزم التعاون بين البلدين. وأضافت الوزيرة أنه سيتم توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون مع الجانب التونسي في مجالات عديدة. استكمل أعمال اللجنة المصرية التونسية العليا، ابتدينا امبارح المشاورات التحضيرية. أنا مع المناظر ليا الوزيرة فضيلة الركحي. دي أول مرة اللجنة تلتقي من 5 سنوات، سعداء جدا إنها بتحدث بعد لقاءات متميزة بين القيادة السياسية في البلدين. يمكن بكرة بإذن الله في أكثر من 11 وثيقة في مجالات مختلفة هيتم التوقيع عليها، مجالات التعليم العالي، مجالات خاصة بالرقابة المالية، الزراعة، كثير جدا من المجالات. من جانبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أنه تم التوافق خلال المباحثات الثنائية مع الجانب التونسي على وضع أجندة تعاون ثرية متعددة الجوانب. وأضاف وزير الاتصالات أن الخطة تشمل تبادل الخبرات في مجتمع الرقمي المتكامل، بالإضافة لتبادل الرؤى حول العديد من الموضوعات، فضلا عن التبادل التدريبي. كذلك اتفقنا على تعزيز
التعاون والشراكة في مجالات ذات الاهتمام المشترك كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة المهمة والتي لها استخدامات واسعة ومشتركة بين البلدين كالزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية والرعاية الصحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المواضيع. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس موفد التلفزيون المصري أحمد أبو الحسن. أحمد، ضعني في صورة هذه الاجتماعات للمنتدى الاقتصادي المصري التونسي وانطلاقه المنتدى الاقتصادي والمشاركة المصرية فيه. يعني بعد التحية زميلتي بالفعل لكم وللسادة المشاهدين، بالفعل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم للعاصمة التونسية تونس كان هناك يعني العديد من اللقاءات والاجتماعات. من أهم اللقاءات التي يعني حضرها السيد الدكتور مصطفى مدبولي والمنتدى الاقتصادي التونسي المصري، حيث كانت هناك كلمة للدكتور مصطفى مدبولي أكد خلالها على ضرورة الاهتمام بشكل كبير يعني استكشاف مصادر مختلفة فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار في البلدين سواء في مصر أو في تونس، نظرا لما تمر به البلاد يعني أو العالم بشكل يعني أعم خلال هذه الفترة من أزمات، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وما كان لها من تداعيات سلبية على مختلف دول العالم، وأيضا أزمة جائحة كورونا. هناك تأكيد من السيد رئيس الوزراء بأنه يجب ضرورة دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد بالتعاون المشترك في المجالات المختلفة، ليس في المجالات المعتادة التي تعودت عليها، ولكن مجالات ضرورة استكشاف مجالات أخرى حتى يتم يعني وجود مصادر جديدة للاستثمار. هناك أيضا تأكيد من السيد رئيس الوزراء بضرورة يعني مشاركة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص مع الدولة حتى لما له من دور هام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. رئيس الوزراء أيضا خلال كلمته كان له تصريح هام، وهو هناك توجيه من السيد رئيس الوزراء للسفارة المصرية في تونس بضرورة تيسير وتبسيط بشكل كبير الإجراءات الخاصة باستخراج التأشيرات الخاصة برجال الأعمال التونسيين حتى يتسنى لهم يعني الاستثمار في مصر بشكل كبير. هناك أيضا إشادة من الجانب التونسي بالعلاقات المصرية التونسية وضرورة الاهتمام بتعزيز هذه العلاقات في ضوء رؤى القيادة السياسية التي تعمل بشكل كبير على ضرورة تفعيل هذه العلاقات وترسيخ هذه العلاقات من خلال إرساء شراكات مثمرة في المجالات ليس فقط المصرية ولكن في مجالات عدة من تبادل الخبرات والتبادل التجاري وغيرها. الآن نحن نتواجد في مسرح الأوبرا بالمدينة الثقافية حيث يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حفلا للسنة الثقافية التونسية المصرية، وهذا الأمر يأتي في إطار اهتمام مصر وتونس بالتبادل الثقافي بين البلدين بالإضافة إلى التبادل الاستثماري والاقتصادي. الأصعدة التي يتم التعاون فيها بين مصر وتونس ليست فقط أصعدة اقتصادية ولكنها أصعدة سياسية وأصعدة أيضا ثقافية على كافة المستويات. هناك دعوة لرجال الأعمال يعني الاستفادة من فرص العمل وفرص الاستثمارات الواعدة في مصر وخاصة في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر في منطقة العين السخنة. هناك تأكيد أيضا من الجانب التونسي وترحيب بالاستثمار في مصر، وأيضا من الجانب المصري حضر هذا اللقاء اليوم عدد كبير من سادة رجال الأعمال المصريين، وأيضا سوف يكون لهم يعني تعاون كبير في الاستثمار في دولة تونس الشقيقة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين في كافة. إذن هي مجالات عدة لهذا التعاون في شتى مناحي الحياة بين دولتين شقيقتين. أشكرك موفد التلفزيون المصري من تونس أحمد أبو الحسن.
وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والدجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. حملات تفتيشية مكبرة وجهتها وزارة الداخلية لضبط كافة جرائم الغش التجاري، فقد استهدفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عددا من المصانع والمخازن غير المرخصة بالقليوبية في مجال إنتاج وتعبئة المواد الغذائية والمنظفات والمطهرات المنزلية والمعطرات، وتمكنت من ضبط مصنعين ومخزنين بدون ترخيص في هذه المجالات، بلغ إجمالي المضبوطات 54 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي مواد بلاستيكية و17 طن مخلفات إلكترونية خطرة وقرابة 21 طن منظفات ومطهرات ومعطرات مغشوشة ومقلدة و33 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر. واستمرارا لحملات الإدارة بالقليوبية، نجحت في ضبط 4 مصانع وشركة بدون ترخيص بمضبوطات بلغت قرابة 62 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة و89 طن ملح طعام مغشوش و8 أطنان ونصف غراء مغشوش وقرابة 15 طن مواد بلاستيكية مقلدة. وفي مجال حماية الثروة الزراعية، تمكنت الإدارة من ضبط 34 قاضية بنطاق مديرية أمن البحيرة والقليوبية بمضبوطات 14 طن ونصف أعلاف وقرابة 7000 عبوة مخصبات ومبيدات زراعية وأدوية بيطرية بدون ترخيص، وضبط 4 قضايا بنطاق مديرية أمن المنوفية بمضبوطات بلغت 64 طن وقرابة 17000 عبوة أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية وأكثر من طن أعلاف جميعها بدون ترخيص. وبنطاق الفيوم تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات أكثر من 57 طن أعلاف بدون ترخيص. وبنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات وصلت إلى 7 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية و79 طن ونصف أعلاف بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية. وفي مجال حماية البيئة، نجحت الإدارة في ضبط 5 قضايا بالقاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والفيوم بمضبوطات قرابة 30000 عبوة منظفات بدون ترخيص ونحو 32000 عبوة مواد غذائية بدون ترخيص و71 طن ونصف مواد غذائية بدون ترخيص ومجهولة المصدر. وفي مجال الطب البيطري، تم ضبط 7 قضايا بالقليوبية بمضبوطات وصلت إلى أكثر من 5 أطنان ونصف لحوم منتهية الصلاحية ومذبوحة خارج المجازر. كذلك تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، فقد تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 343 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 34 طن مواد غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط قرابة 5 أطنان سلع غذائية، كما تم ضبط 12 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 17 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 430 قضية من بينها 144 قضية خبز ناقص للوزن و114 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ والمنعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة. وقد ألقى شكري كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها على ما يوفره الاجتماع من فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولي، وذلك من خلال تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعاثات، بجانب التعهدات الأخرى التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر جلاسجو العام الماضي.
كما أبرز شكري في كلمته ما تحتله قضية الوفاء بتعهدات المناخ من أولوية لدى الرئاسة المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر وكيفية تحويل هذه التعهدات لواقع ملموس على الأرض، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تقييم الوضع الحالي لتنفيذ التعهدات وتحديد كيفية العمل من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس حول المناخ. كما التقى الوزير شكري خلال زيارته الحالية لكوبنهاجن رئيسة وزراء الدنمارك، وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بزيادة الاستثمارات الدنماركية وتعزيز مشاركة الجانب الدنماركي في خطط التنمية المصرية. من جانبها أعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن الاهتمام بتعزيز التعاون مع مصر والتطلع لدفع مختلف أوجه العلاقات الثنائية بصفتها الشريك المحوري في الشرق الأوسط. وخلال زيارته لكوبنهاجن عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره الدنماركي بحضور وفدي البلدين، وذلك لبحث كافة مجالات التعاون الثنائي وخاصة السياسية والاقتصادية والثقافية والتحول الأخضر، وتناول القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية، كما تم تناول سبل التعاون بين مصر والدنمارك في ضوء استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. كما وقع وزير الخارجية مذكرة تفاهم مع نظيره الدنماركي بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة خارجية الدنمارك، وذلك بشأن التشاور السياسي رفيع المستوى بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. هذا وقد شارك وزير الخارجية سامح شكري في عشاء العمل الذي أقامه الجانب الدنماركي بمناسبة الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ، وذلك بحضور ولي عهد مملكة الدنمارك الأمير فريدريك. وفي كلماته أكد شكري أن الاجتماع الوزاري وفر فرصة هامة للتعرف على المواقف الحالية لتنفيذ تعهدات المناخ، مضيفا أن لقاءاته مع المسؤولين الدنماركيين تطرقت لمختلف جوانب علاقات التعاون الممتدة بين البلدين. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة، مؤكدا أنه سيذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن جريمة الاغتيال. كلمة عباس جاءت خلال مراسم تأبين رسمية لأبو عقلة في رام الله، حيث شيع من مقر الرئاسة الفلسطينية جثمان الصحفية الفلسطينية التي استشهدت أمس بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا وقد شارك آلاف الفلسطينيين في الجنازة على أن تتم مراسم الدفن غدا في مقابر العائلة حيث مسقط رأسها في مدينة الخليل. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان متانة العلاقات السودانية المصرية، موضحا أنها ضاربة بجذورها في عمق التاريخ وذات خصوصية. وخلال لقائه وفد المجتمع المصري برئاسة السفير محمد العرابي وبحضور السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، أشاد البرهان بمواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية. كما قدم البرهان شرحا للوفد المصري حول الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الانتقالية. بدوره أوضح السفير محمد العرابي بأن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا، وتم فيه الاطلاع على تطورات الأوضاع في السودان، معربا عن أمله في أن يشهد السودان مرحلة جديدة من الوفاق. وبالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولية للانتخابات النيابية اللبنانية بالداخل بتصويت الموظفين المشرفين على المرحلة الرئيسة للانتخابات، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن حكومته قامت بعمل منتج منذ تكليفها في شهر سبتمبر الماضي، ونفذت بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب. في كلمته بمجلس الوزراء شدد ميقاتي على أن الأمور ستبقى منضبطة وستجرى الانتخابات وتليها الخطوات الدستورية المطلوبة لتسمية رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة جديدة، مضيفا أن أعداد المقترعين كانت كبيرة نسبية بالمقارنة مع عدد الذين سجلوا أو سجلت أسماؤهم للاقتراع.
أكدت جامعة الدول العربية أنها تعطي أولوية كبيرة للحد من مخاطر الكوارث من خلال تنفيذ برنامج عمل الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث التي أقرتها القمة العربية. جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الوزاري الأول للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث، حيث أكدت الجامعة أنه سيتم وضع آلية عربية جماعية للتضامن والتعاون عند حدوث الكوارث في الدول العربية. ومن جانبه أكد رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء محمد عبد المقصود، أكد في كلمة مصر بالاجتماع أن هذه الدورة الوزارية تعقد في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وكوارث خطيرة. قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر هو الأمانة الفنية للجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث، بيقوم بدور رئيسي في مسألة التخطيط الاستراتيجي لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى القومي، وده من خلال التعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومشاركة العديد من العلماء والخبراء المتخصصين لدعم العمل الفني والعلمي الذي يضمن الحد من مخاطر الكوارث. وفي الإطار ده تم استحداث أكثر من 17 خطة قومية لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني، وهذه الخطط القومية بتشكل المظلة للخطط الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث على المستوى القومي. طالبت روسيا بعقد اجتماع في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتقديم أدلة جديدة على مزاعم بشأن وجود برنامج بيولوجي عسكري أمريكي في أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن قوات بلادها اكتشفت وثائق في أوكرانيا تفيد بأن وزارة الصحة هناك أمرت بإتلاف عينات من الطاعون والكوليرا والجمرة الخبيثة ومسببات الأمراض الأخرى قبل بداية الحرب. ووجهت زاخاروفا اتهامات إلى حكومة كييف بأنها تدير أو تدبر بالتعاون مع الولايات المتحدة مختبرات في أوكرانيا تتضمن برامج بيولوجية تشمل مسببات لأمراض فتاكة عن طريق الطيور المهاجرة بين البلدين. أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيزينيا بأن الدول الغربية لا تلتفت للانتهاكات التي تمارسها الحكومة الأوكرانية. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، أضاف بنيزيا أن كييف مارست انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة دونباس، وأن أنظمة التعليم في أوكرانيا تستهدف توجيه الكراهية نحو روسيا. أكثر من 8 أعوام إن حكومة كييف تشن حرب ضد شعبها، وفي دونباس هذه الأمور واضحة. وبعدما قاله الرئيس بوروشينكو في 2014 إزاء مواطني دونباس وهم مواطنون أوكرانيون، قال إننا سنخلق الوظائف ولكن ليس لهؤلاء المواطنين، سنساعد الأطفال ولكن ليس أطفال هم، والأطفال يمكن أن يستفيدوا من المدارس أما هم فسيقبعوا في المآوي، وبهذه الطريقة يمكن أن نربح الحرب. طلب مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بجهود أكبر لضمان إجلاء سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية. وخلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأزمة الأوكرانية، قال المندوب الأوكراني إن الهجمات الروسية تسببت في مقتل الآلاف من أهالي ماريوبول، مؤكدا مواصلة المقاتلين الأوكرانيين الدفاع عن مجمع أزفوستال الصناعي بالمدينة. الزملاء الكرام، أعجاب وألم، شعور كل من يشهد أزوفستال بماريوبول. المدافعون الشجعان تمسكوا بمواقفهم في ظل هذا الوضع الذي لا يشهد أي إمدادات في يوم آخر، أسبوع إضافي وشهر إضافي. كل يوم وليلة يسعى المحتل الروسي
لكسر مقاومة الأوكرانيين في أزوفستال. كل يوم وليلة يقومون بإسقاط القذائف الثقيلة ويقوموا بقصف المنشآت بالأسلحة الثقيلة ونظم إطلاق الصواريخ المتعددة، والهجوم متواصل من قبل المشاة الروس. وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار بفتح تحقيق حول مزاعم انتهاكات حقوقية للقوات الروسية في أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت انتشال 1000 جثة من منطقة العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في الأسابيع الماضية. وفي خطابها عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أضافت أن الكثير من الانتهاكات التي تتحقق منها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تصل إلى حد جرائم الحرب. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملة المحلية الروبل أظهرت أداء جيدا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يعمل على إحداث توازن اقتصادي من خلال تعزيز قيمة العملة الروسية. وأضاف الرئيس الروسي بأن الحكومة تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم فرص العمل في البلاد، بالإضافة إلى العمل على تأمين الظروف الاقتصادية المناسبة في مختلف الأقاليم الروسية. نحن نعلم أنه تم اتخاذ قرار بتلبية حاجات الأسر الكبيرة المحتاجة وكذلك مساعدة الأطفال وتقديم الأموال لهم من عمر 12 عاما، إضافة إلى ذلك تقديم أيضا مساعدات مالية لأقاليم روسيا من الميزانية الفيدرالية. وهنا أود أن أؤكد أن كل الإجراءات المتخذة يجب أن تكون واضحة ومريحة للأقاليم الروسية، وهذه الآليات عليها أن تسهم في وضع برامج اقتصادية جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي والصناعي في هذه الأقاليم الروسية. في سياق متصل، حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف مما أسماه بسيناريو كارثي وخطر اندلاع حرب نووية، وذلك بسبب استمرار حلف الناتو في إمداد أوكرانيا بالأسلحة. ومن جانب آخر، أكد الكرملين أن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو يشكل تهديدا مباشرا لروسيا، واصفا سعي هلسنكي لذلك بالمؤسف. واعتبر الكرملين أن فنلندا قررت الانضمام إلى الدول الأوروبية التي اتخذت موقفا عدائيا تجاه روسيا.
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون تاريخيا. واعتبر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي بأنه لن يكون من الصعب دمج البلاد إلى التحالف الدفاعي العسكري، مؤكدا أن توسيع حلف الأطلسي لا يجعل المنطقة أكثر استقرارا وأمنا. كما رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولنبرغ بقرار قادة فنلندا تأييد الانضمام إلى الناتو، مشيرا إلى أن العملية ستكون سلسة وسريعة. من جانب آخر، أعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها أنهما يؤيدان الانضمام إلى الناتو دون تأخير، في إشارة إلى أن قرارا رسميا سيتخذ نهاية هذا الأسبوع. مناطق اشتعال غير معهودة وتوتر ما زال يزداد بعد أن بات الناتو قاب قوسين أو أدنى من أبواب روسيا بعد الحديث عن محاولات انضمام فنلندا والسويد للحلف. ووسط تشجيع أوروبي آخره الموقف البريطاني المساند لانضمام البلدين للحلف واتفاق حماية متبادلة بين المملكة المتحدة والسويد، أعلنت روسيا أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، خاصة أن فنلندا تتقاسم مع روسيا حدودا يناهز طولها 1300 كيلومتر. العملية الروسية في أوكرانيا اعتبرها رئيس فنلندا مسؤولة بشكل كبير عن التغير المفاجئ في موقف فنلندا والسويد، كما هي مسؤولة أيضاً عن اختلاف الرأي العام في كل من البلدين لصالح الانضمام إلى الناتو، وهو أمر لم يكن يحظى بكثير من التأييد في الماضي. ويتضح من جميع المؤشرات أن البلدين سيعلنان تقديم ترشيحيهما للانضمام قبل نهاية هذا الأسبوع، كما أن التحذيرات الروسية المتزايدة من التداعيات السياسية والعسكرية دفعت السويد وفنلندا على ما يبدو للإصرار أكثر على العضوية. ووسط تلك التطورات على الأرض وأخرى على طاولة التفاوض، وحدها الأيام المقبلة ستنبئ عما سيقوم به الدب الروسي من تحركات غير متوقعة في مواجهة الناتو. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها بعد قليل. الرئيس الأمريكي يقرر تنكيس الأعلام لخمسة أيام حدادا على وصول ضحايا كورونا إلى مليون وفاة. أكدت وكالة مودز العالمية بأن معدلات التضخم المرتفعة والحالية غير عادية وربما تتسبب في انخفاض الأجور الحقيقية والإنفاق والنمو، متوقعة تراجع للتضخم في العام القادم. من جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن البنك قد يبدأ برفع أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو القادم نظرا لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو. مرتفع وغير مسبوق، هكذا وصفت وكالة موديز العالمية معدلات التضخم العالمية، مشيرة إلى أنه يتسبب في انخفاض قيمة الأجور الحقيقية وأيضا في تراجع الإنفاق والنمو. ورغم هذا الارتفاع في أسعار السلع على المستوى الدولي، سيطر على توقعات الوكالة الدولية التفاؤل الحذر، حيث رجحت أن تؤدي الجهود التي تقوم بها البنوك المركزية حول العالم إلى خفض معدلات التضخم العالمي اعتبارا من العالم
العام المقبل، لكنها رأت أن الأثر الأكبر لانخفاض التضخم سيظهر بشكل قوي في عام 2024 مع تعافي النمو الاقتصادي العالمي. موديز أوضحت أن البنوك المركزية المستقلة تضع سياسات تستهدف التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية التي تشمل أسعار الفائدة أو التيسير أو التشديد الكمي. في الوقت نفسه كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك قد يبدأ برفع أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو المقبل نظرا لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو. وتتعجل مجموعة الصقور داخل البنك المركزي الأوروبي وهم المؤيدون للسياسة النقدية أكثر صرامة في مواجهة التضخم المرتفع لبدء دورة رفع أسعار الفائدة. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا تعمل مع المفوضية الأوروبية للاستفادة من الأموال المتاحة كقروض بعد أن تلقت بالفعل أموالا كمنح غير مشروطة. وأشار رئيس الوزراء الإسباني أن إسبانيا سوف تسعى لدمج جزء من هذه القروض في خطة التعافي، مؤكدا أن إسبانيا قد أرسلت طلبا في أواخر الشهر الماضي إلى المفوضية للحصول على شريحة ثانية من المنح المشروطة. ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ولكن لا يوجد تحول جوهري في ظروف سوق العمل مع استمرار الطلب القوي على هذا العمل. قالت وزارة العمل الأمريكية بأن طلبات إعانة البطالة ارتفعت إلى حوالي 200,000 طلب، وبزيادة تقدر بألف طلب مقارنة بمستوى الطلبات خلال الأسبوع السابق والتي بلغت 202,000 طلب. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن جائحة كورونا لم تنتهي بعد رغم انخفاض حالات الوفاة والإصابة بالفيروس عالميا. وأضاف أدهانوم في كلمة عبر الفيديو كونفرنس خلال القمة الدولية لمواجهة جائحة كورونا أن زيادة معدلات الفحوصات على مستوى العالم ساهمت في التعرف على تطورات الفيروس والتصدي له، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في دعم كل الدول لتصل إلى نسبة 70% من تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تنكيس الأعلام فوق المباني الرسمية لخمسة أيام حدادا على وصول عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى مليون حالة وفاة. وفي بيان له أكد بايدن على ضرورة أن يظل الشعب الأمريكي يقظا في مواجهة هذا الوباء وأن يفعل كل ما في وسعه لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح من خلال تكثيف الفحوصات واللقاحات والعلاجات. تعهد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتطبيق نظام حجر صحي طارئ إلى أقصى درجة للتغلب على فيروس كورونا. يأتي ذلك في أعقاب تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد. ووجه كيم بتشديد الرقابة على الحدود وفرض إجراءات الاحتواء الجائحة داعيا إلى إغلاق المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد. انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ووقعت القافلة الكشف مع صرف العلاج على 196 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محطة رفع صرف صحي الشيخ غريب بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية. وتخدم المحطة ما يقرب من 10,000 مواطن، وهي من المشروعات المهمة لمواطني المدينة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد تم إنشاء هذه المحطة لتخدم المناطق المحرومة بطاقة تصميمية تصل إلى 13,000 متر مكعب يوميا وبتكلفة تصل إلى 32 مليون جنيه.
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد السيد القصير بأن الدولة تقف دائما بجوار الفلاح وتقدم له كل الدعم، خاصة في مجال المحاصيل الاستراتيجية، ويأتي في مقدمتها محصول القمح نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي المصري. أضاف القصير أن الوزارة تتابع مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، حيث تقوم بنشر الخريطة الصنفية لنوعية وتوعية الفلاح بالأصناف التي تجود بها أرضه، مشيرا إلى أن الأصناف التي تقدمها الوزارة تحقق أعلى إنتاجية في العالم بمتوسط 19 إلى 20 إردب في الفدان. تواصل الصوامع بمحافظة الوادي الجديد ومنطقة شرق العوينات استلام محصول القمح من المزارعين والجمعيات الزراعية والشركات الاستثمارية. كانت محافظة الوادي الجديد قد نجحت هذا الموسم في زراعة 342 ألف فدان قمح، ومن المستهدف أن يتم استلام ما يقرب من 800 ألف طن من محصول القمح لهذا الموسم. أولاً كل سنة طيبين، وأنا ببشر مصر كلها أن محافظة الوادي الجديد كما كانت في الماضي غذاء لمصر أو سلة الغلال لمصر، إن شاء الله هي راجعة وبقوة شديدة جدا وفق إحصائيات القطاع الزراعي. السنة دي إن شاء الله المرجح أنها يكون في أكثر من 800 ألف طن موردين بإذن الله تعالى. إحنا بدأنا بكل قوة في استقبال الأقماح واستعدادات قصوى في الصوامع بالمحافظة. صومات الخارجة الوادي الجديد ساعة 45 ألف طن، حركة أقماح 200 طن في الساعة. بنستقبل طبعا الأقماح المحلية في الموسم في الصومعة من خلال لجان اللجنة الخاصة بوزارة التموين، ومن خلالنا احنا كجهة مسوقة باستقبال الأقماح من طبعا من الموردين سواء كانوا فلاحين أو جمعيات تعاونية زراعية أو شركات. ونتحول في نشرتنا إلى آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد بصحبة دينا فكري، إليك دينا. شكرا لك محمد وهبة. وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700 مليار و95 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، انخفض مؤشر إيجاك 30 بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10,608 نقطة. كما تراجع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1,832 نقطة. كما هبط مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 2,786 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها 25 قرشا للشراء، 18 جنيها و38 قرشا للبيع. كما سجل اليورو 18 جنيها 98 قرشا للشراء، 19 جنيها و12 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 22 جنيها 26 قرشا للشراء، 22 جنيها 42 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و97 قرشا للشراء و5 جنيهات للبيع، وسجل أيضا الريال السعودي 4 جنيهات 86 قرشا للشراء، 4 جنيهات و90 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، تراجع الذهب العالمي مسجلا 1,848 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فقد خسر الذهب في مصر قرابة 90 جنيها حتى الآن، مع تراجع واضح على مدار 24 ساعة الماضية، وذلك في ظل تراجع سعر الدولار بالسوق حوالي 11 قرشا، وكذلك هبوط الدولار في السوق الموازية، وسجل عيار 18
10 نحو 960 جنيها، وسجل عيار 21 نحو 1130 جنيها، كما لامس عيار 24 نحو 1280 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 9040 جنيها. قالت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع 84 سنتا ليستقر عند 109 دولارات وسنتين للبرميل في التعاملات بعد أن كان السعر 108 دولارات و18 سنتا. وجاءت في نشرة المنظمة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 69 دولارا و89 سنتا للبرميل، وأشارت أوبك أن أسعار العقود الآجلة للنفط شهدت تقلبات عالية بسبب التوقعات غير المؤكدة للعرض والطلب على النفط على المدى القصير، مشيرة إلى أن سعر سلة أوبك المرجعية زاد بمقدار 19 دولارا و53 سنتا أو 20.8% ليستقر عند 113 دولارا و48 سنتا للبرميل. قادت بورصة أبوظبي أسواق الأسهم في الشرق الأوسط للهبوط اليوم مع تنامي المخاوف من أن يتسبب التضخم الأخذ بالارتفاع سريعا في زيادة كبيرة في أسعار الفائدة، بما قد يدخل الاقتصاد العالمي في ركود. هذا وتراجع مؤشر أبوظبي 5.8% في أكبر انخفاض يومي منذ مارس 2020 تحت ضغط هبوط بنسبة 8.5% في سهم أكبر بنوك الإمارات، كما هبط مؤشر دبي 5.7% مع تراجع سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 8%، ونزل مؤشر البورصة السعودية 4.1% مع هبوط سهم بنك الركحي 6.5%. تراجع سعر اليورو إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات مسجلا دولارا وثلاثة سنتات، وذلك في وقت تعزز فيه سعر الدولار بسبب وضعه كملاذ آمن ورفع أسعار الفائدة الأمريكية. وفيما تجنبت أسواق الأسهم المخاطرة فيما تسببت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وتدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد في الصين بإضعاف النمو العالمي، تعزز سعر الدولار مع لجوء المستثمرين إلى السندات الأمريكية. ختم أخبار المال والأعمال وعودة إلى محمد وهبة إليكما. شكرا لك دينا. الآن موعدنا مع وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار الرياضة هذه المرة وننتقل إلى المنافسات مع دينا فكري. شكرا لكما وأخبار الرياضة محليا وعالميا. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعديل موعد مباراتي المنتخب الوطني أمام غينيا وإثيوبيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وقرر كاف إقامة مباراتي منتخب الفراعنة أمام غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 من شهر يونيو المقبل بدلا من يومي 2 و6 من نفس الشهر. قدمت مصر طلبا رسميا لاستضافة المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، ويأتي طلب الاستضافة بعد انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة المباراة النهائية. أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي عن تعيين ألفريد شرودر مديرا فنيا للفريق خلفا لإريك تينهاج، وعمل شرودر مساعدا لتينهاج في الفترة من 2018 إلى 2019، كما عمل مساعدا لرونالد كومان في تدريب برشلونة من أغسطس 2020 حتى أكتوبر 2021.
اختتم منتخب مصر للتجديف استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم في بلغراد بصربيا، ويشارك منتخب مصر للتجديف في البطولة ب 14 لاعبا للرجال وفوق 23 عاما للسيدات. هي إذن الاستعدادات النهائية لمنتخب مصر للتجديف الذي اتخذ من مياه النيل ملعبا لخوض التصفيات النهائية. يأتي ذلك استعدادا للسفر للمشاركة في بطولة كأس العالم في بلغراد بصربيا ب 14 لاعبا رجالا ونساء فوق 23 عاما، مشاركة تأتي بعد نجاح كبير حققته هذه الرياضة محليا وعربيا وعالميا، لتكون البطولة الثانية بعد المشاركة في بطولة العالم للتجديف في الصالات فبراير الماضي. دي كانت الاستعدادات الأخيرة أو يعني الشدة الأخيرة زي ما احنا بنسميها قبل السفر لكأس العالم في صربيا. انت عارف بطولات كأس العالم هي سلسلة من البطولات بتبتدي ببطولة كأس العالم في صربيا. ان شاء الله احنا مسافرين ب 14 لعيب، 10 ولاد واربع بنات، وهما دول الناس المبشرين ان شاء الله اللي يعني ان شاء الله نحققوا نتائج ونقدر نأهل اكبر عدد منهم لأولمبياد باريس ان شاء الله. البطولة ان شاء الله هتكون من يوم 27 ليوم 29، منتخب بإذن الله هيسافر يوم 24. ال 14 لاعب بيتشكلوا من أربع بنات وعندنا 10 أولاد، الأربع بنات كلهم هيشاركوا في إسكيف أو قوارب فردية. القوارب والمجاديف هي أهم أدوات اللاعبين لخوض مسابقات هذه الرياضة التي تشمل تشكيلات المنتخب المختلفة، فهي رياضة تحكمها قوانين وقواعد تنظيمية مهمة بالإضافة لاعتمادها على التعاون بين جميع أعضاء الفريق. أهم حاجة عشان احنا كلنا فرقة واحدة وكلنا تيم واحد، ولازم أنا كسبت أعتبر الفريق كله كسب وكله بيعم على بعض، ودي حاجة للمنتخب كلها. لما في ميدالية بتيجي بتظهر المنتخب كله مش الشخص الواحد، فدي بترفع من مستوى اللعبة كلها ومستوى اللعبة كلها على بعضها، ودي حاجة كويسة في لعبة مصر. احنا بنشتغل على هدف أكبر مع القادة الفنية بقادة كابتن محمد طه والمدربين، إن احنا نتأهل إن شاء الله للأولمبيك ونعمل نتيجة أفضل. فماشيين ستيب باي ستيب مرحلة كأس العالم واحد في صربيا، إن احنا نعمل أفضل حاجة ونوصل لأبعد نقطة إن شاء الله، وإن شاء الله نلاقي دعم أكبر ونوصل للمرحلة الثانية والثالثة ونلعب بطولة العالم إن شاء الله. ده هيعتبر أول سباق دولي في الموسم، ده بيبقى مرحلة أولى، في مرحلة تانية وثالثة، وبعد كده في بطولة العالم، وبيبقى فيه طبعا بطولات تانية دولية بتحصل في الموسم. فاحنا ان شاء الله رايحين نشوف احنا فين من الدول التانية، وايه اللي ممكن انواع القوارب اللي ممكن نكمل فيها، وايه الخطة اللي ممكن نمشي عليها بقية الموسم. وده طبعا يعني المدرب الفني المدير الفني هو اللي بيشوف الموضوع ده. احنا بنحاول ان احنا نتمرن في احسن حاجة عشان نعرف نطلع اللي عندنا، وعشان نعرف طبعا نعمل احسن اداء. طبعا بنستعد برضو، بيبقى في اعداد بدني وفتره اعداد، وبيبقى في عوامل كتير جدا زي الفتنس وزي التغذيه وزي العلاج الطبيعي والريكفري، كل ده طبعا بيساعد يعني ان احنا نعمل نتيجه احسن. تحدي جديد يخوضه المنتخب المصري للتجديف ليرفع اسم مصر في المحافل الرياضيه الدوليه في هذه الرياضه التي يعود تاريخها للمصريين القدماء، حتى انشئ اول اتحاد رياضي مصري للتجديف عام 1907 بهدف تنظيم المسابقات المختلفه وتقديم الدعم للأندية والمنتخب لتحقيق العديد من البطولات المحلية والعالمية. محمود جميل، التلفزيون المصري. ختم أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى إلى هبة ومحمد، إليكم. أشكرك دينا. كشف مجموعة من العلماء النقاب عن صورة لثقب أسود ذي كتلة هائلة يلتهم أي مادة تدخل في نطاق جاذبيته. الثقب الأسود المسمى ساجيتارياس أي هو ثاني ثقب يتم تصويره على الإطلاق، حيث تم إنجاز هذا العمل الفريد من خلال نفس آلية التعاون الدولي التي اعتمدت في نفس ذات الوقت على التلسكوب، والتقطت في عام 2019 أول صورة على الإطلاق لثقب أسود في قلب مجرة أخرى. وننتقل إلى أحوال الطقس تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة في نشرة التاسعة. دينا فكري، إليك مرة أخرى دينا. شكرا لكم. وأخبار الطقس محليا وعالميا.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 32-19، الإسكندرية 26-16، مطروح 23-16، بورسعيد 24-18، الإسماعيلية 32-18، ننتقل إلى محافظة السويس 32-18، العريش 25-16، طابة 32-19، شرم الشيخ 36-25، الغردقة 35-24، الأقصر 42-24، أسوان 43-25، الوادي الجديد 42-23، شلاتين 36-22، وحلايب 30-21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وإليكم أبرز لقطة لهذا اليوم. بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة، بقي تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق المخطط لها. انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي ومدبولي يؤكد دعم مصر لتحقيق الاستقرار في تونس. خلال جلسة لمجلس الأمن اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بشأن ارتكاب انتهاكات خلال الأزمة الأوكرانية. نهاية النشرة، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم والإعلامية شفكي المنيري. مساء الخير يا شفكي. مساء الخير يا هبة، مساء الخير يا محمد، وكل سنة وانتم طيبين. طيب. ويا رب تكون الأيام اللي جاية فيها خير لينا كلنا. يا رب. حلقة موفقة إن شاء الله، أكيد فيها تفاصيل كتير وموضوعات وحوارات مختلفة.
هي الحقيقة فيها عدد من الأخبار اللي أكيد بتهم السادة المشاهدين، لكن ختمنا إحنا كسيدات بنهتم بموضوع المرأة، وأعتقد أن مسلسل يعني فاتن أمل حربي قدر يقدم للدراما بجد، أو الدراما قدرت تقدم للمرأة المصرية حاجة مفيدة من خلال عمل متكامل إن شاء الله تستفيد منه، ونقدر يكون فيه تغيير فعلا في قانون الأحوال الشخصية. يعني أتمنى أن أنتوا يكون عندكم وقت وتتابعوا معنا. بشكرك جدا يا محمد، وبشكرك جدا يا هبة، وأتمنى لكم دايما التوفيق ولكل صناع نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ التاسعة، تفضلوا.